الإنسان حينما ترقى نفسه يعظم عليه أن يصدر منه نقص، وكلما ارتقت النفس يعظم عليه أن يصدر منه نقص في السلوك، ونقص في الكلام، ونقص في المظهر، أصبح كاملاً. لماذا هو حي؟ لأنه اتصل بالله عز وجل. ألم تسمعوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم، إن الله حي كريم، يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. فإذا اتصلت بالله سبحانه وتعالى لا بد من أن تقتبس أو أن تشتق منه صفة الحياء. الحياء أن تخشى وأن تخاف أن يصدر منك تصرف ناقص في الطريق وفي عملك وفي بيتك، مع أهلك، مع أولادك، مع إخوانك، في المسجد، تصرف قولي، تصرف عملي، مظهر ناقص، خلل في موقفك، هذا كله من الحياء. في نقطة دقيقة جداً، اليوم صباحاً كنت مع أخ سألني عنها، أنه المؤمن مبتلى، مبتلى، لكن لماذا هو سعيد؟ المؤمن سعيد لأنه يشعر أنه على الصراط المستقيم، وأنه ضمن المنهج الإلهي، وأن الله سبحانه وتعالى راض عنه. ليس معنى هذا أن حياته ليس فيها متاعب، المتاعب لا بد منها، لأن المتاعب تظهر كماله، المتاعب تظهر كماله، تظهر صبره لا يرقى إلا بالصبر، تظهر حلمه لا يرقى إلا بالحلم، تظهر إنصافه قد يعتدى عليه فيأخذ حقه من دون أن يزيد عليه. فلا تتوهموا أن الإنسان إذا عرف الله واستقام على أمره أصبح الطريق كله ورود ورياحين، لا، لكنك سعيد جداً لأنك تشعر دائماً أن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض راض عنك ويحبك. هذا الشعور الدقيق، تشعر أنك على الصراط المستقيم، تشعر أنك على هدى من الله، تشعر أن الله معك، تشعر أن الله يحبك، أن الله يؤيدك. لذلك الأنبياء العظام أشد الناس بلاءً، الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. أصحاب النبي الكرام كانت حياتهم مشحونة بالمتاعب، لكن هذه متاعب مقدسة في سبيل معرفة الله، في سبيل عقيدتهم، في سبيل مواقفهم، في سبيل إرضاء ربهم. يعني كيف يمكن لهذا العبد أن يرقى إلى الرب؟ شيء دقيق، يعني ربنا عز وجل خلق هذا المخلوق ويريد من هذا المخلوق أن يرقى إليه، أن يصل إليه، أن يتصل به، ما السبيل؟ لا بد من أن يخلقه على طبيعة معينة، ولا بد من أن يأمره وينهاه افعل ولا تفعل، لا بد من أن يكون هذا الأمر مخالفاً لطبيعته، ولا بد من أن يكون هذا الذي ينهاه عنه موافق لطبيعته. أودع فيه حب النساء، قال له: غض بصرك. لكن هذه الشهوة التي أودعها الله فيه جعل لها قناة نظيفة وحيدة، اسمع على كيفها. فهناك شهوة أودعها الله في الإنسان، وهناك تكليف. من معاني التكليف أن فيه كلفة، يجب أن تغض بصرك، ومسموح لك فقط أن تستمتع بما أحل الله لك. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أنت بهذا ترقى. المال أودع فيك حب المال، لك أن تكسبه من طرق شتى، قنن لك الطرق التي يمكن أن تكسب بها المال، لا بد من أن تكسبه من حلال، وقنن لك الطرق التي يمكن أن تنفقه بها. إذاً أنت لست حراً. هذا بشر الحافي أحد كبار أولياء الله، كان مسرفاً على نفسه في المعصية، وكان في مجلس خمر، طرق بابه، رجل يقول
لغلامه: قل لسيدك، قل لسيدك إن كان حراً فليفعل ما يشاء، وإن كان عبداً فما هكذا تصنع العبيد. كانت هذه الكلمة لها وقع في قلبه خطير، حمله على أن يدع كأس الشراب، وعن أن يتبع هذا الذي قال هذا الكلام، وعن أن يتبعه حافياً: إن كنت حراً فافعل ما تشاء، وإن كنت عبداً فما هكذا تصنع العبيد. يعني أنت في قبضة الله عز وجل. أنت إذا قلت في أحد الأيام: الحمد لله الأمور ميسرة، صحتي طيبة، يعني آلاف الأجهزة تعمل بانتظام، آلاف الأجهزة، أجهزة عصبية وأجهزة دورانية وأجهزة هضمية وعضلات وأعصاب، يعني أي خلل طفيف طفيف في جسمك يقلب الحياة إلى جحيم، فأنت في قبضة الله. دققوا في قوله تعالى، يقول الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها، ولكل وجهة هو موليها. ما معنى هذه الآية؟ يعني أنت مخير، ولكل وجهة هو موليها، هو الإنسان موليها. أما الشيء الذي يلفت النظر، لماذا قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات؟ لماذا؟ لأن هذا الاختيار مؤقت، لا تملكه إلى أبد الدهر. والدليل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعاً. أنت الآن مخير، لك أن تطيع أو أن تعصي، لك أن تفعل الصالحات أو أن تفعل السيئات، لك أن تصلي أو لا تصلي، لك أن تحضر مجلس العلم أو تحضر مجلس له، أنت مخير. ولكل وجهة هو صاحبها موليها. يا عبادي فاستبقوا الخيرات، لأن هذه الميزة، هذه الخصيصة، هذا الاختيار الذي هو سر سعادتكم وسر ارتقائكم عند ربكم، إنما هو مؤقت، لا بد من أن يسلب منكم حينما يأتي ملك الموت. لذلك فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعاً. إذا جاء ملك الموت انتهى الاختيار. نحن جميعاً ما دام هذا القلب ينبض نتمتع بفرصة لا تعوض. أنت الآن مخير، تستطيع أن تفعل الصالحات، تستطيع أن تتوب، تستطيع أن تستغفر، تستطيع أن تتقرب إلى الله عز وجل، تستطيع أن تغض بصرك، تستطيع أن تعيد الحقوق إلى نصابها. فاستبقوا الخيرات، استبقوا، يعني هذه الفرصة التي منحتموها فرصة لا تعوض، وهي فرصة مؤقتة، مؤقتة لا بد من أن تنتهي. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعاً. إذاً سر سعادة المؤمن أنه يشعر أنه على هدى من الله عز وجل، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الآن الحياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحياء خير كله. تستحي، حياؤك يمنعك عن معصية الله، تستحي أن تمد بصرك إلى ما حرم الله، تستحي أن تأخذ ما ليس لك، تستحي أن تسب إنساناً، تستحي أن تشتم، تستحي أن تعتدي على أعراض الناس، تستحي أن تأكل أموالهم بالباطل. إذاً الحياء كما قال عليه الصلاة والسلام خير كله. لماذا تحدثنا عن الحياء؟ لأن من حقوق الطريق كف الأذى، وكف الأذى لن يكون إلا بالحياء. لأن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة كما ورد في البخاري: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. لهذا الحديث تفسير دقيق جداً: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، يعني أي عمل تزمع أن تفعله زنه بميزان الشرع. فإذا فعلت هذا العمل وأنت لا تستحي من الله عز وجل في فعلك إياه، هذا العمل
افعله ولا تخشى شيئا. إذا لم تستحي من الله في هذا الفعل فافعل ما تشاء، هذا المعنى الأول. يعني البطولة أن تملك الجواب لله عز وجل، افعل ما تشاء بشرط أن كل موقف، كل كلمة، كل حركة، كل سكنة يجب أن تغطيها بجواب صحيح لله عز وجل يوم القيامة إذا سألك. فإذا وزنت هذا العمل ورأيت أنه يرضي الله ولا تستحي به فافعله ولا تخف. إذا وزنت هذا العمل، وزنته بميزان الشرع، ورأيت أنك لو واجهك الله به لا تستحي، لماذا ضربت هذا اليتيم؟ يا ربي أنا ضربته لأنه لو كان ابني مكانه لضربته. هذا ميزان دقيق، إذن اضربه، أدبه. إذن لماذا حرمت زيداً؟ لأنه ينفق ماله في شرب الخمر يا رب. فأي عمل تحب أن تفعله يجب أن تقيسه بالشرع، فإن جاء الجواب إيجابياً فاصنعه ولا تخشى شيئاً، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه إذا خلا قلب المؤمن من الإيمان، من لوازم الإيمان الحياء، فإذا لم يستحي الإنسان يفعل أي شيء قبيح. ما الذي يردعه عن فعل القبيح؟ حياؤه، هو لا يستحي. ما دام لا يستحي إذن فليفعل كل شيء. إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لكل دين خلقاً، وخلق الإسلام الحياء. يعني ربما تعرف المؤمن من غير المؤمن من حيائه، من سيره في الطريق، يغض بصره، تعامله سنوات طويلة طويلة لا تستمع منه إلى كلمة تخدش الحياء أبداً. لو أنه مزح، مزاحه شريف، مزاحه أديب، لا يجرح الحياء. هناك أشخاص كبار مثقفون يحتلون مناصب رفيعة، إذا دخلت إلى مجالسهم الخاصة استمعت إلى مزاح رخيص يندى له الجبين. هذا الذي لا يستحي ليس مؤمناً، ليس مؤمناً. الحياء من لوازم الإيمان، الخلق الصارخ للمؤمن الحياء في تصرفاته، في جلسته، في مشيه، في ثيابه، في طعامه، في شرابه، في ركوبه، في تعامله مع الناس، في مزاحه، في لهوه، في مرحه، في جده، في عمله، في بيته، لا عنده حياء. يبدو أن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ إنساناً، فقال له النبي الكريم، وأظنه سيدنا الصديق، قال له: يا أبا بكر دعه فإن الحياء من الإيمان. أي لا تتعب نفسك، لو أنه مؤمن لاستحيا، وما دام لا يستحي فليس مؤمناً. النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء في خدرها. مرة جاءته امرأة قالت له: كيف أطهر يا رسول الله؟ قال: خذي فرصة ممسكة تتبعي بها أثر الدم. فقالت: كيف أطهر بها؟ فعلت وجه النبي عليه الصلاة والسلام حمرة شديدة، وقال: يا سبحان الله، تطهرين بها؟ إلى أن جاءت السيدة عائشة رضي الله عنها وأخذتها من يدها وعلمتها كيف تطهر بها. النبي كان حي، ما تكلم كلمة تخدش الحياء إطلاقاً. يا بنيتي، إن هذه الثياب تصف حجم عظامك. ماذا يقول مكان عظامك؟ حجم ساقيك، حجم عضدك، أية كلمة أخرى تثير الشهوة. يا بني، إن هذه الثياب تصف حجم عظامك. ماذا قال الله عز وجل؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
كل أنواع الانحراف الأخلاقي مطوي في قوله تعالى وراء ذلك. أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء، كلمة لطيفة جدا، لا تخدشوا الحياء. نعم، الحقيقة الإنسان إذا كانت فطرته صافية لم تطمس بالشهوات وكان في حضرة عظيم، وهذا العظيم كامل، وهذا العظيم الكامل بيده كل أمره، وعنده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وعنده عذاب أليم، إذا كنت في حضرة عظيم فإنك تستحي منه قطعاً. هلا تصور نفسك لك شخص بالأسرة عظيم الشأن، له مكانة، أخلاقياته عالية، عالم جليل، وزارك في البيت، كيف تستقبله؟ هل يمكن أن تستقبله بثياب مبتذلة؟ لا. هل يمكن أن تسب ابنك أمامه بسباب مخزع؟ لا. هل يمكن أن تتمطى أمامه؟ لا. هل يمكن أن تتجشأ مكان أمامه؟ لا. أنت في حضرة شخص من بني البشر تشعر أنك منضبط في حضرته، فإذا شعرت أن الله معك دائماً في خلوتك وفي جلوتك في بيتك وفي عملك، هذا الشعور بمراقبة الله عز وجل هو أحد من ثماره الحياء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، أزرى به الفحش، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. لا، الكلام الفاحش والثياب الفاحشة المتبذلة والتصرفات الفاحشة والأفكار الفاحشة والقصص الفاحشة، ما كان الفحش في شيء إلا شانه عابه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. الحديث الخطير أن الحياء والإيمان قرنا جميعاً، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فلان لا يستحي، فلان ليس مؤمناً، فلان ليس مؤمناً لا يستحي أبداً، هناك علاقة ترابطية، لا يستحي ليس مؤمناً، ليس مؤمناً لا يستحي، انتهى الأمر. فمؤمن لا يستحي مستحيل، لا يجتمع فحش وإيمان، الحياء من لوازمه الإيمان. لذلك إذا كان لك صديق أو جار أو زميل في العمل وفيه حياء توسم فيه الخير، ما دام يستحي ففيه إيمان، تعهد هذا الإيمان. إذا أردت علامة صارخة على إيمان المؤمن إنه الحياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحياء من الإيمان. هي من للتبعيض، يعني بعض صفات المؤمن الحياء، والإيمان في الجنة. والبذاء، الكلمات البذيئة، الكلمات الفاحشة، المزاح الرخيص، وصف العورات، هذا الشيء الذي يندى له الجبين، الذي تحمر منه الخدود، الذي يخدش النفوس، هذا الكلام المؤذي. والبذاء من الجفاء، ما الجفاء هنا؟ البعد عن الله عز وجل، من لوازم البعد هذا الفحش في الكلام. والبذاء والجفاء في النار، حديث خطير. الإيمان، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. يعني لو أن الإنسان التقى بك وعاملك، يجب أن يعرفك مؤمناً لا من كلامك، من أفعالك، يجب أن يعرفك أنك مؤمن، يقول مؤمن ورب الكعبة، لأنه فقط حي. في عندنا مقياس دقيق جداً، هذا المقياس النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا إياه، قال: ما أحببت أن تسمعه أذناك فأته، ما أحببت أن تسمعه أذناك فأته، وما كرهت أن تسمعه أذناك فلا تأته، فاجتنبه.
أتحب أن تستمع إلى إنسان خائن أو إنسان كاذب أو إنسان يعني له انحرافه؟ إذا أحببت هذا الذي تستمع إليه فأته، وإذا كرهته فلا تأته. هذا مقياس دقيق من مقاييس الحياء. الآن الحياء أنواع ثلاثة. الحديث عن الحياء حديث عن كف الأذى في الطريق، وكف الأذى أحد حقوق الطريق. هناك حياء من الله عز وجل، حياء من الله. إذا أتيت أمره وتركت نهيه، اجتنبت ما نهى الله عنه، فأنت تستحي منه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، العينان، الأذنان، اللسان، الخواطر، والبطن وما حوى، أن تأكل طيباً، وأن تذكر القبر والبلة. إن فعلت هذا فقد استحييت من الله حق الحياء. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر القبر والبلة. إن فعلتم هذا فقد استحييتم من الله حق الحياء. في عنا ميزان دقيق. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله. البطولة وأنت وحدك وأنت في البيت، لا أحد يطلع عليك. إذا كانت خلوتك كجلوتك، وإذا كانت سريرتك كعلانيتك، إذا كنت تخشى الله وأنت منفرداً كما تخشاه وأنت مجتمعاً، فأنت تستحي من الله حق الحياء. النوع الثاني من الحياء، الحياء من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا خير في من لا يستحي من الناس. لا خير في من لا يستحي من الناس، لأنه الحياء كل لا يتجزأ. سمة الحياء تظهر في حيائك من الله، وتظهر في حيائك من الناس، وتظهر في حيائك من نفسك. الآن لو أنك عملت عملاً فيما بينك وبين نفسك، وقد لا ينطبق على طاعة أو معصية، لكن لا يليق بك أن تفعله وفعلته، إنك الآن لا تستحي من نفسك. والإنسان إذا انهارت مكانته عند نفسه اختل توازنه. شيء كبير جداً أن تنهار مكانتك عند نفسك. يعني إذا فعلت شيئاً متعلقاً بالصحة أو بالنظافة فيما بينك وبين ذاتك ليس يتفق مع الكمال، لا أحد يطلع عليك ولا أحد يحاسبك، وقد تكون هذه من المباحات، لكن تشعر أنك صغير أمام نفسك. إذن الحياء من الله في طاعته واجتناب نواهيه، والحياء من الناس في أن تكف الأذى عنهم، والحياء من نفسك أن تكون في المستوى المطلوب. نعم. النقطة الدقيقة، الحديث الشهير الذي يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يمكن. إنك إذا ربطت الطاعة بثوابها وربطت المعصية بعقابها لا يمكن أن تفعل المعصية، ولا يمكن إلا أن تأتي الطاعة. ولكن حينما تعزل الطاعة عن نتائجها والمعصية عن نتائجها، إذن أنت في هذه اللحظة لست مؤمناً. إذن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كيف يزني وهو يرى أن الله مطلع عليه؟ ألم تقل له: إنسان أراد أن يزني بامرأة أغلق كل الأبواب، قالت له: إن هناك باباً لا تستطيع أن تغلقه، إنه باب الله فاستحيا. يعني إذا شعرت أن الله يطلع عليك وأنت متلبس في معصية، وكانت الفطرة سليمة والإيمان قوياً، عندئذ تكف عن محارم الله.
يعني أساس كف الأذى في الطريق الحياء، في لباسك، في حركاتك، في سكناتك. يعني أيام الإنسان بده يتجاوز دوره، في شيء له دور، والله بيحس حاله أنه صغير أمام الناس. لماذا هؤلاء كلهم من بني البشر؟ هؤلاء كلهم بشر لهم كرامتهم، فإذا تجاوزت هذا الصف ونلت شيئاً ليس من حقك، المؤمن يستحي أن يتميز على الناس، هذا من الحياء أيضاً. والحياء له أبواب كثيرة جداً.